إلهام 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 يبدأ يعيط على بنته إلهام إلهام طفلة ما يشوفهاش يقعد مسكين يبكي هنا يشوف ولاد الناس يقول لي شوفي هذه بنتي. هذه الأخت شافت الأخ ديالها مر بمراحل صعيبة خاصة بعد ما قامت الزوجة دياله برفع قضية خلع عليه، وهذا اللي خلاه أنه يدخل بمرحلة صعيبة في حياته. تمنعيه من الحنان علاه تحرمه من بنته ربي ما قالش هكايا. ماشي بالأمر السهل، تروحي تشوفيها في مستشفى الأمراض العقلية ما هي سهلة. ليه قالوا سبا ربي وكيل؟ كي كانت تديلو لابي كانت مدلو مصروف وكانت تعطيلو 4000. كيفاش كانت 4000 40 دينار تعطيها له تاع دخان وزوج كوارا قهوة ني غير هكذا. إيه تفاصيل وحقائق مثيرة راح تشوفوها في حكايتنا لهاد الأسبوع. إلهام 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 إلهام